الآن إذن هذه هي لقطات وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، وكان ذلك قبل لحظات فقط من الآن، حيث وصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين وانتقل مباشرة من المطار إلى مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين في مستهل هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف المشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، كما تستهدف كذلك بحث العلاقات المصرية الألمانية التي وكما أشرنا تشهد تناميا ملحوظا على مدار السنوات الماضية، كما تستهدف البحث كذلك في محاولات إيجاد تسويات للقضايا التي لا تزال عالقة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وكنا قد أشرنا كذلك إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل صباح يوم الجمعة وقبل نحو يومين اثنين من توجه الرئيس السيسي للعاصمة الألمانية برلين. تم التطرق بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى القضايا محل اهتمام مشترك والقضايا الثنائية، لكن الإشارة كانت أكثر وضوحا وجلاء فيما يتعلق بالأزمة الليبية التي ربما تستقبل العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا لمحاولة بحث تسوية هذه القضية. هذه لقطات وصول الرئيس السيسي إلى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين وصلتنا قبل لحظات. الصورة كذلك تظهر وصول الرئيس السيسي واستقبال أعضاء الجالية المصرية بالهتافات والأهازيج، الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي التي كنا قد تابعناها مع حضراتكم قبل لحظات وكانت قد وصلتنا عبر الإنترنت وتشير إلى وجود بارز من أعضاء الجالية المصرية المقيمة في ألمانيا وفي عدد من الدول الأوروبية، الذين اصطفوا أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في طقس بدأ خريفيا باردا تماما في العاصمة الألمانية برلين، مطيرا كذلك حسب ما تابعنا، لكن وكما يجيء سلوك الجاليات المصرية المقيمة في الخارج مع كل زيارات للرئيس السيسي إلى أي من تلك الدول إنما يحرص أبناء الجالية المصرية. ولعل هذا اليوم كذلك يصادف يوم عطلة رسمية في العاصمة الألمانية برلين، ما أتاح وجودا وافرا وبارزا لكل أولئك الذين نتابعهم في هذه الصورة ممن اصطفوا أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الألمانية برلين.